ارجع واقول ما في شيء اسمه براءة اختراع عالمية الا اذا انت واحد غنيان وعندك فلوس تروح بلد بلد وتروح لين شيشل وتروح تسجل لك براءة اختراع، تقدر تقول ساعتها انا عندي براءة اختراع عالمية، لا يوجد. ولكن قلنا في براءات اختراع دولية او اقليمية، تمام؟ وطبعا في وطنية، في كل بلد تقريبا اذا انا ما غلطانة في كل بلد يكون في مكتب براءة اختراع او مكتب ملكية فكرية. المكاتب الأساسية في العالم اللي هي الدولية المكاتب خمس مكاتب دولية في العالم. عندك المكتب الأمريكي، والناس كثير تبدأ تغلط وتحس تفكر إن لما تقول المكتب الأمريكي يعني خلاص أمريكا يعني كل العالم، لا، مكتب أمريكي معناته حمايتك تمت في دول كل دول أمريكا، أعتقد ما أعرف إذا تشمل أمريكا الشمالية والجنوبية، ولكن كل الدول كل المقاطعات كل هذه ما حد راح يستغل منتجك في أمريكا. المكتب الأوروبي وهو كل دول أوروبا، كل الدول اللي داخل الاتحاد الأوروبي أو غير الاتحاد الأوروبي في قارة أوروبا كامل، ما عدا النمسا. النمسا بنفسها عاملة مكتب، وهي المكتب النمساوي اللي عاملة مكتب دولي، تمام؟ عندك المكتب الأمريكي، طبعاً تكلمنا عن الأمريكي، الأوروبي النمساوي، المصري، المكتب المصري، وفي يتم اللي هي الفحص الفني، طبعا مكتب الفحوصات الفنيه هذه هي، والمكتب اعتذر مش الياباني، الاسترالي، المكتب الاسترالي نفس الشيء، هذه هي الدول اللي عندها. الدول الثانيه ما عندها مكاتب دوليه ولكن عندها مكاتب محليه او وطنيه، فهي تسجل براءات اختراع وطنيه وهي غير دوليه، تمام؟ غير دوليه بمعنى اخر احنا عندنا مكتب براءات اختراع مثلا دول الخليج، ولكن هي غير دوليه، هي لدول الخليج. وهل عندنا في عمان؟ في عمان في عندها، قطر عندها، السعوديه عندها، الكويت عندها، وهكذا، مصر عندها، الجزائر، المغرب، دول العربيه او كثير من الدول عندها. وحقيقه اذا اي حد عنده استفسار عن اي دوله انا ممكن اسال، لاني ما متاكده اذا كل الدول عندها كدائره او عندها نظام مكاتب المحاماه، تمام؟ نرجع بعدين إن شاء الله على الكتابة، ولكن نتكلم عن الـ World Intellectual Property Organization، وهذه منظمة العالمية اللي هي موجودة في الجنيف اللي هي تابعة لبراءات الاختراع. طبعاً كل براءات الاختراع اللي موجودة في العالم، أي دولة سجلت اتفاقية مع الوايبو، فهي كل البراءات الاختراع اللي تطلع اللي موجودة في بلدها المحلي تروح للداتابيس أو قاعدة البيانات اللي موجودة في وايبو. فهذا شيء جداً جميل. ليش؟ لأن معناته أنا يعني ما حد في مثلا نقول في السويد يروح يسجل براءه اختراع نفس ابتكاري انا اذا السويد مسجله في الوايبو وعمان مسجله في الوايبو، معناته هو لما يكون في السويد ويبتكر شيء وانا معام لازم مثله، هو راح يفتح من الداتابيس مال الوايبو بيشوف لا في وحده في عمان عملت نفس الابتكار، تمام؟ فيكون مطلعين عليه. اما المكاتب المحليه فهي غير قابل ان يطلعوا عليها، مش كلها، ولكن بعض منها. احنا مثلا عندنا في قانون في عمان لازم يتم نشر الابتكار باسم صاحب هذا كضمان لحقه في الجرائد الرسميه وفي النشرات والاعلام وهذا، فكل حد يعرف خلاص ان هذا مالي، فممكن احاكم اللي ياخذ الفكره او شيء. فموجوده هذه الانظمه، لكن هي ارجع واقول انظمه يعني خاصه بكل دوله وبكل منطقه جغرافيه.